نواصل انطلاقاتنا ونواصل تحدياتنا، نواصل مساري هذه البداية، وينطلق على بركة الله الشوط الثاني، وهو شوط خاص بالابكار المهجنات الاصايل ضمن الجولة الاولى الرئيسية الخاصة بهذا المساء. المقدمة هناك مباشرة مع تحديات العملاقة اللي تأتي على المركز الاول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم صعيد بن سالم الينيبي الذي بدأ بالعملاقة على المركز الأول. أشوف المركز الثاني، هي نجدة في المركز الثاني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطرب اللحج الهايري أيضا مرها. وفي المركز الثالث هناك البرقية على المركز الثالث لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير أيضا مرها. تنضم هنا نشوة مع لحظاتها في المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن لحج الهايري في التضمير. وهنا على المركزين الخامس والسادس، ولكن نتابع المركز الخامس، هي الشروط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بن العرطي الحميري يضمرها. وتنضم هناك ايضا البازغة، هنا تنضم أيضا في المركز السادس سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بن العرطي الحمير أيضا في التضمير. انتقل للمركز السابع ومتابعة المركز السابع، تدخلت هملولة لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن مرشد أيضا مرها. والمركز الثامن هناك الشاينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سري بن سالم بن العرطي الحميري أيضا مرها. وفي المركز التاسع نعود مع طرفاشة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في تحدياته. والمركز العاشر مطيلة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير أيضا يضمرها. هذه المراكز الأولى التي تحمل هذا الشوط، ونتوقع أيضا أن تكون الإثارة حاضرة في انطلاقتها، حاضرة في تحدياتها من خلال هذا المسار. ما شاء الله ما شاء الله. إذا هنا مع كما ذكرنا وكما نبدأ دائما 1800 متر الباقي على خط النهاية في مسار هادئ نوعا ما، ولكن ننتظر المزيد. الصدارة لا تزال هناك، العملاقة متعملقة على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي. أبو أحمد دافع أيضا بهذا الاسم العملاق على المقدمة والصدارة الملاحقة من البرقية اللي على المركز الثاني التي أرسلت أيضا برقية استغاثة للمركز الأول. هجن العاصفة محمد بن راشد بن غدير في التحدي، وتدخل على المركز الثالث يأتي من نشوى لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أيضا مطر بن لاحج الهايري في المركز الثالث. وفي المركز الرابع شروط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بن العرطي الحميري أيضا يضمرها. وتنضم كذلك البازغة في هذه اللحظة أيضا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بن العرطي الحميري يضمرها. وأقول 1200 يا إخواني. المركز السادس هي طرفاشة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. من يتابع هذه اللحظات، وهناك على المركز السابع بدأ دخول مثيره اللي وصلت في هذه اللحظة لهجن الرئاسة وصالح بن سعيد بن العري المري اللي ضمره. في المركز الثامن تدخل من هملول لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد أيضا. هناك على المركز التاسع ظهرت ريمة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسالم بن عامر المدهوشي. من يتابع هذه اللحظات، نعم تقدمت أيضا ضيفة الميدان في لحظات التحدي والإثارة. حرك اللي بتحرك، حرك اللي بتحرك. قلنا البرقية أيضا انطلقت هنا رسالة وبرقية استغاثة على المقدمة، حملتها البرقية على المركز الأول. البرقية مع تحدي الانطلاق، الله الله الله. البرقية لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتابعها ويراقب. وهنا أيضا مثيرة على المركز الثاني، منافسة أيضا متميزة لهجن الرئاسة وصالح بن سعيد بن العري المري الذي يتابع تحديات
المركز الثاني. الله الله الله، خلاص البرقية سجلت، وصلت البرقية، الإرسال ما شاء الله مباشر مباشر من هذا الميدان. البرقية هنا تصل أولا لتخبر الجميع بأن هجن العاصفة هي صاحبة الناموس في انطلاقة هذا الشوط. التهنئة والناموس لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهنئتنا أيضا لحمد بن راشد بن غدير. البرقية سلام على المقدمة والصدارة. المركز الثاني طرفاشة أيضا لهجن العاصفة. المركز الثالث مثير لهجن الرئاسة. المركز الرابع شروت سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. والمركز الخامس هنا ريمة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسالم بن عامر. أيضا تابع هذه اللحظة المثيرة. نعود مع التوقيت، نتابع البرقية. البرقية وزمن وصول البرقية على مسار 4 كيلومترات ما شاء الله. السرعة مطلوبة والسرعة عاجلة، 6 دقائق 13 ثانية وفاء وتماما. برقية العاصفة وصلت هنا. تهنئتنا والناموس. التهنئة أيضا لحمد بن راشد بن غدير المركز الثاني، كان من نصيب. أيضا في المركز الثاني كانت هناك طرفاجة لهجن العاصفة، 6 دقائق 14 ثانية، 7 من الأجزاء من الثاني. التهنئة أيضا لهجن العاصفة، التهنئة لحمد بن راشد بن غدير. والمركز الثالث كانت تحديات مثيرة، 6 دقائق 15 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهنئتنا لهجن الرئاسة وتهنئة صالح بن سعيد بالعري المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج. وها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث يضم نخبة من اللي